تسلموا ايديكي. نادرة معك رقم المشفى تبع لؤي؟ لا، بس إذا بتحبي بطلب لك تاكسي تروحي لعندهم على المشفى، أنا بعرفها. لا لا معلش بلا. نادرة شعلي التلفزيون، بدي أشوف شو صاير بهالدنيا. حاضر. ماما كيفك خالو؟ طمنوني عن لؤي. ان شاء الله احسن الحمد لله. فوتي هدى امشي معي شوفه. ممنوع الفوتي لعنده. وليش بقى؟ الشرطه مانعينه. وليش الشرطه مانعه زيارته؟ ما حدا بيعرف. الحمد لله على سلامته. على اذنكم تعي لهون. وين رايحه؟ مثل ما جيتي معي بوصلك، بس بدي احكي كلمتين مع خالو. استنيني شوي خالو. لا شوف شو بده. شايفة شو صاير فينا يا هدى؟ إن شاء الله خير. منين بدي يجي الخير؟ فتنة، أنتي لازم تروحي ترتاحي. ما رح أطلع من هون إلا مع لؤي. نرجع المساء. روح أنت إذا بدك، أولا بتوصلك. هو أنا لازم روح، بس معليش ما رح أتركك لحالك. علا روحي أنت هلا، لا تقلقي. عم أقول لك روحي لا تقلقي. وأنا بعد شوي بروح بجيب نادرة لهون. ماشي خالو مثل ما بدك. يلا هدى باي ماما. الله معك. الله معك ماما. صدقني يا سيادة الرائد أنا ما إلي دخل. مين قال إنه لك دخل؟ بس نحن عاوزينك تشهد معنا بالمحكمة. بس أنا ما بعرف إشي. لا لا بلا بتعرف، ونحن عايزينك تشهد باللي بتعرفه. كل اللي بعرفه انه خلص ما قتل جاسم. منيح تشهد بهالشيء ولا بدك تساعدنا لحتى نجيب الاوراق؟ ما دام خلف قالكوا عن الاوراق خلص هسه عم نروح منجيبها. مرحبا. اهلين. خير خير. شو اللي صاير؟ هذا قرايبه لجاسم، الله لا يوفقه. شو دخله لؤي؟ ما بعرف، بس الله وكيلك مكسر تكسير. يا لطيف خلينا نفوت نشوفه. ممنوع. وليش ممنوع؟ تأهمينه بقتل جاسم. عليكو جاي على الطريق. لا هو رح يجيبه معه على المشفى. انتي روحي وين ما بدك يا ستي، ولا قلك روحي على من الجنائي بيكون احسن. طيب خلص لا تزعلي، ما عاد امزح بهيك موضوع. ماشي حبيبتي، لا سلامة قلبك. الله معك. باي. شبكي انتي التانية؟ لا يكون صاير حب عن جد بينك وبينه. ايه يا ستي ان شاء الله بركي بيهدى على ايديكي. هدى بالمناسبة امك كيفها؟ امي؟ اي امك. قديش لك ما شفتيها؟ عزبناكي معنا يا ست نمران. لا ولو. يا نادرة تعالي. نعم. ضبي شوية دواعي للوقي وامشي معي. لوين سيد سهي؟ لا عند راشي. انت وين يعني؟ على المستشفى. حاضر. قالت لك علا؟ انا بعرف من قبل ما تقلي، بس انا رح اخلي اللي بده اياه راشد يصير عكس ما بده. يلا حررناكي من المطرح، لوين بتحبي وصلك الطريق؟
ايه مدام؟ قولي لي شو بتحبي وانا جاهز. على راحتك، اذا حابب يضل شغلنا معك نحن ما عندنا مانع. انا خبرتك يا مدام قبل هيك انه ما عندي اي مشكله. فهمت منك انه وراء ملكيه الشركه والاراضي سليمه ما فيها شيء. طبعا. بدي بيع كم قطعه ارض لانه لازمني مصاري. انت قديش لازمك مدام؟ بصراحه كثير، اكثر من 10 ملايين. بس كانه فهمت انه سوق الاراضي نازل هلا. حتى لو بخساره لازم بيع. على راحتك، انا من بكره الصبح بشوف الموضوع وبعنشه. الحقيقه مالي حابه اشوف محامي غيرك مشان لؤي. مدام انا مؤمن لانه لؤي بريء من قتل جاسم. يعني ممكن تستلم القضيه؟ اكيد. معك حق، ما في داعي لاستمرار توقيفه. احترامي سيدي. جيب له اي سليم يا ابني. حاضر سيدي. وخلف سيادة العقيد؟ لا خلف، خلصنا منه، حولناه على القضاء. شو تهمته؟ ولو اعتداء وضرب وسرقة. صح. علي لؤي، الأستاذ مهر أقنعنا بعدم كفاية الأدلة باستمرار توقيفك أو تحويلك على القضاء. رح نفرج عنك هلا بضمان إقامتك. الله معك. يعني بمشي؟ خذ أغراضك والله معك. سيادة العقيد، شكرا لك. خير، شو القصة؟ شو؟ حتى ما قال لك يعطيك العافية. مو مشكلة سيادة العقيد. طيب عن إذنك، أنا لازم لحق قاضي التحقيق مشان قضية خلف. مع السلامة أستاذ محر. لكن بياكل قتله وبيدخل على المستشفى وبعدين بنحبس وبيطلع وانت ما بتخبرني؟ هي خبرتك هيك بقى، معناتها اكيد في شيء مخبينه عني. انتو شو بدنا نخبي عنك؟ فعلا حكي غريب، لسه بتقول انتو مين نحنا؟ انت وفتنات. انا وفتنات؟ امتى بدك تقتنع انه انا مثلي مثلك؟ حاجة بقى يا بلا كذب بلا آه. لكن ليش كل شيء انت بتدرى فيه وانا لا؟ مو احسن ما نكون نحن اثنين مدريانين بشيء؟ هلا فهمني، ايش صار معكم؟ قصدي فتنات. الاوراق اللي انسرقوا من مكتب المحامي رجعوا. يا فرحتي، حكولي قراتي، ايش بيطلع منا يعني؟ وفتنات في عندها اراضي وعقارات، رح تبيعهم وترجع لنا مصارينا. ايه مات؟ شو بيعرفني؟ لينباعوا. هاي شيء قديش لينبت الحشيش من غير شيء سوق دائر. إيشو يعني عم تضحكوا علينا؟ سمعتني ها؟ شو بدك؟ طيب إيش رأيك نحن نشتغل في بيع الأراضي هاي؟ لا حبيبي، أنا ما بشتغل هيك شغلة. لكن إيش بدنا نساوي؟ مو أحسن ما نضل قاعدين؟ طيب شو رأيك تاخد الأراضي بدل مصاريك؟ إيشو؟ لا حبيبي لا، يلا عن إذنك. مع السلامة. كيف يعني بدك تعطي لورا؟ شو كيف؟ مو قلو تلتين البيت؟ ولو كان، بس انت بتعرف شو ممكن يعمل بالورق اذا صار بين ايديه. يعمل اللي بده اياه، هذا حقه. ماهر شو صاير لك؟ شو بده يصير لي يعني؟ لو اي بيملك تلتين البيت ونوران تلت البيت وراح اعطيها الورق. ماهر انت بتعرف شو يعني هذا الحكي؟ بعرف، معناتها كل واحد حر بما يملك بهذا البيت. بس انت هيك عم تأذي نوران. علا، هذا حق أخوك من الناحية القانونية. بس حرام هيك أنت عم تظلمها. لك أنا شو دخلني؟ أنا ما دخلني، هي حظها هيك، هو ما عم براعيها. يا ماهر ما حدا بيعرف لو أي قدي أنا، أنا متأكدة أنه ضيزتها بالشارع. شو هالحكي؟ معقول يعملها؟ يعني على أساس ما بتعرف؟ ماهر أجل الموضوع شوي، لا تعطيها هون لبين ما نلاقي حل النوران. أنت عم تفهميني شو عم بقول؟ قدام الحق ما في حل تاني. هدول الوراق للوقي وانا مضطر اعطيهم وهو يصطفل فيهم، ما دخلني.
بدون ما تسأل عن نوران؟ لا تفهميني غلط، أنا ملاقي حل. حل؟ وشو هو بقى؟ الأوراق رح أعطيهم للوي. نوران تيجي تسكن ببيتي كم يوم لبين ما ندبر حل. وأنت وين بدك تروح؟ شو وين بدي أروح بحالي؟ أنا ببيتي. كيف؟ شو كيف؟ مو هي عمتك؟ أنا عمتي كمان. ماهر لا تجذبها أحسن لك. صدقتي هلا؟ اسمعي لقلك، هي بتقعد ببيتي وأنا بقعد عند أختي بس ما كم يوم لبين ما نحل الموضوع. يي والله الله يطير عقلها من الفرحة، برافو عليك ماهر. عندي حل ثاني بالمناسبة. عندكم بالبيت ما في أوضة زايدة؟ أو بقعد بأوضتك؟ أيوة مشان فتنة تخانم تذبحنا ذبح. إذا سوا ما عندي مانع. بعمري ما شكيت بجنانك. هلا لا تجذبيها كمان أنت الثانية، وين موبايلك؟ مين بده يقسم الثانية على العشاء اليوم؟ طبعاً أنت. ليش أنا؟ مو حضرتك اللي مستلم عقارات وأراضي وقضايا بيت السلقيني هدول ما بعرف شو، ومدري بقديش لاحظ إصبعتك؟ هي عجبتني هي. شو مين علمك هاي؟ مدري مين سمعته عم بيقولها قدام مني. ما في غيره، لوي. ما بعرف يمكن. لسا ادي عليها يو شو دق عليها؟ انا بدق وبسألها. ايه وشو بدك تسألها بعدي؟ شو بدي اسألها؟ بدي الا اذا بتتجوزني، يعني شو بدي اسألها؟ ايه هيك قول من الاول. ايه فوت لجوا، فوت خلصني. لك عم بمزح معي. عم تمزح؟ صباح الخير. صباح النور، كيف الصحة؟ الحمد لله. وكيفه الأفندي؟ الأفندي؟ مين قصدك؟ ماهر أفندي. الحمد لله بخير. وين مع بيبيه؟ هو انتقل مؤقتا على بيت أخته. وانتي ساكنة لحالك هو؟ اي لحالي عن إذنكم. يعني مستأجرة؟ لا خالي مو مستأجرة. لكن قرايبته؟ ولا قرايبته، مستعار البيت كم يوم منه بس. لك في حدا بيعير بيت؟ الأفندي بيعملها. وحضرتك منين بتعرفي؟ خالي أنا لا بعرفه ولا بيعرفني، عارني البيت هيك حسنة لوجه الله. عن إذنكم. أكيد هي مجنونة، لازم نخبر الشرطة. لك فوتي لجوا، شو بدنا بالعالم؟ ما بيصير، لازم نخبر الشرطة لأنه الباب بالباب. سيد رشيد هذا مكتبك، جاهز من ناقصه شيء. وهي خزنتك، بتحط لي فيها كل يوم المردود المادي تبع الشغل اليومي. يا استاذ لؤي دخيلك مشان الله، شغلة المصاري عفيني منها، انا ما بحب استلم مصاري. ولو يا أستاذ رشيد، كيف بدك تستلم الإدارة والمحاسبة لك؟ أنا مو حابب استلم مصاري، أنا بظبط الحسابات والأمور الإدارية بس بلا ما استلم مصاري. يا سيد رشيد، أنت حتكون الكل بالكل بالمعمل، الكل بالكل عن جد، حتى يا سيدي إذا بتحب. ولا ليش بتحب؟ خلص من هون ورايح عقود الشركة كلياتها باسمك إلك، هذا شغلك إلك. طيب وانت؟ ليش انا عم بفضحك راسي؟ لسه انا عندي الشركة. على العموم انا بدي استأذن منك، يعني في عندي مشوار خاص شوي. بالاذن. شوفي مدام، وصلت معي لهون. ها اذا مفكرة انه مصراتي دين وبتموت مع الزمن بتكوني غلطانة كتير. هذا حقي وبدي اياه. منين؟ ما دخلني. شلون يعني ما دخلك؟ لسه كل مره بتجي وبتعيط. اخي ما لك عندي شيء. هلا هذا يلي طلع معك بالاخر؟ انت هيك بدك؟ مدام ابوس ايدك، ابوس ايدك، لا تخليني اطلع عن طوري. ها انا كنت ماشي عن اذنك. وانا كمان رح اخربها عليكي، ايش رايك؟ مثل ما بدك. انت وجوزي كنتوا تشتغلوا مع بعض وجوزي مات، انا ما دخلني.
هيك صار الحكي هلا؟ مثل ما عم تسمع. اسمح لي بدي امشي. ايش يعني؟ مثل ما بدك. بس ديري بالك، ديري بالك منيح. دايره بالي منيح. المصاري اللي اعطيتهم لفوزي هدول تعبي، تعبي وعرق جبيني، وما بسمح لحدا بالدنيا كلها ياخذ حقي. هلا شو بدك؟ فهمني بقى. خلص. لا ستي ما خلص. واذا مصرياتي بتضيع علي الحلال بضيع كلكم معها. هذا حقي وما بتنازل عنه ابدا. واللي بياخذ مصرياتي باخذ روحه كمان. شو بدك انت التاني؟ عفوا انا سمعت. قلن خلي يجيبوا لي قهوه ولا تقول لحدا اني هون. يلا بسرعه. حاضر. الله، شو الأكل الطيب هاد يا هدى؟ على فكرة مو بس أكلك طيب، كلك طيبة، حتى خجلك حلو ولك بتجنني. لوين رايحة؟ رح روح جيب الشاي. الله يسلم هديات. كأنك مو على بعضك. طولنا على هالحالة. هدى بلشنا؟ لؤي نحن ما هيك اتفقنا. بعرف. خلص. مثل ما بدك أنت بصير. بس يعني بدك تطولي بالك علي شوي. حتى يشتغل المصنع. قدريتي انه انا نزلت الماكينات والبضاعة؟ شو بك يحكي؟ انت ليش متضايقة؟ طالما خالك سهيل حط ايده بالوضع خلاص اعتبري النادرة استوت. لك فهموا علي انا مالي قدراني اتحمل وجودها بالبيت وهي جاسوسة. اي شوفي يا اولا، انا ما بعرف قديش بحق لي اتدخل بهيك قصة، بس في جريمتين قتل حصلوا حلهن ببيتكم. شو قصدك؟ يعني سر قتل الأستاذ عبد الكريم الله يرحمه وجاسم عند الست فتنت أمك. ماما؟ ماما شو دخلها؟ أنا اللي بتذكره أنه الأستاذ عبد الكريم انقتل مباشرة بعد ما وصلته رسالة من فوزي، قصدي المرحوم أبوك. صحيح، هذا الشيء صار بعد ما عطيته الرسائل بكم يوم. جاسم إجا قتله بعدين، بعد ما فتش وبعد ما توعد وبعد ما سرق. والاثنين كان عندهم شيء بخصكم. والمطلوب هلا؟ شو المطلوب؟ شو بكي هلا؟ خلص انا بطلت احكي. شو بكي؟ ليش زعلتي؟ فعلا مثل ما عم بيقول الحادثتين لهم علاقه فينا. قصده فيي وباهلي. لا، ليش انا مو من اهلك؟ ماهر بيقصد ماما. هلا ارجوكي تفهميني، أنا عم بحاول أكون منطقي بغض النظر عن مسائل الشخصية. هاي ما بتنفصل. يعني العلاقات الشخصية شغلة مو منطقية؟ برافو عليكي. شو بك؟ ليش عم تطلع فيني هيك؟ بالعكس، معها حق، حتى لو ما كنت متفقة معها بالرأي. هلأ جاوبني، أنت شايف إنه علاقتنا مو منطقية؟ يعني حلوة هذا الحديث يدور قدام عمتك؟ معك حق، رح أمشي مشان تحكوا على راحتكم. الله يعيني على معزات. شو بكم؟ من أول ما أخذتي البيت ونحن ناطرين أخبارك مع أم عزت وجوزة. يعني بتعرفون؟ هدول جيراني، بعدين لولاهن يمكن علا بزمانها ما تعرفت علي ولقتني. أنا أول شي تلأمنت عليهم، بس بعدين خلص فرطته. هلأ عندي مشكلة وحيدة بس، إني أمسك حالي من الضحك وقت اللي بشوفهم. لا تروحوا قبل ما تتفاهموا. باي. مع السلامة. ماهر، انت ما كان لازم تحكي هيك قدامه. شو فيها؟ بينت انك عم تقلها. هلا خلينا موضوعنا. ما دام في حاجة لانه واحد يتجسس. عمو راشد. منين لك المعلومة؟ خاله سهيل قال لنادرة قدام نوران انه بده ياخذها لعند عمو راشد
بعدين مدري شلون هيك تلون وجهه. بعد شوي قال لي على المستشفى. انت قدرت افهم من هون انه هو بيعرف مين عم بيشغل. انا اللي عم بقوله اذا في حدا هلا عم يتجسس معناتها المشكله قائمه، ومعناتها هي المشكله ما انا قليله لانه راح فيها قتلين، صح؟ طيب وشو لازم نعمل؟ ما فينا نعمل شيء غير انه نعرف. وانت ليش ما حكيت من الاول؟ انا صدقيني كنت متردد دخلي بهالقصه، ماني حابب انه تفوتي فيها. وهلا صرت مقتنع انه بامكاني اقوم بهيك شغله. شو قصدك؟ مو المهم قصدي، المهم قصدك انت بدك يعني يكون جاسوسي على اهلي؟ لا 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 لا، انا ما قصدت هيك شيء. وليش لك انا عم تحكي بهالموضوع؟ بس مشان احطك بالصوره. ماهر ليك انا ما بدي اقعد دافع عن ماما، بس انا متاكده انه هي ما دخل. لك مدري شلون هدول علقوا مع بعضهم بعد وفاه بابا. بعرف بعرف، بدهم مصاري من ابوك وهلا بدهم اياها من امك. معلش ماهر انا مضطره امشي. او لا خليك. معلش ماهر مالي قدراني هلا احكي اي شيء، بعدين نحكي. باي. شو ناوي هلا؟ ما بعرف هالمرة. أنور ما عم يمزح. هلا اللي عم يطلبوه هو حقهم. إيه حقهم، بس مو معي، مع فوزي. وفوزي مات، شو عملن يعني؟ هالحكي ما بينحكى مع هدول يا فتنة. شو لكان؟ بتشوفي مصاريهن وبتجيبيها. أصلا أنا ماني فهمان شلون أنت هيك ما سألتي عن المصاري اللي كانوا مع فوزي. سألت ودورت، قالوا لي إنه ما كان معه شيء وقت اللي مات. مات بحادث سيارة فجأة وبقرنة مقطوعة. طيب محمود اللي كان معه بالسيارة؟ ما عاد بين له أثر. معقول يكون هو اللي أخذ مصاري فوزي؟ كل شيء معقول. طيب شو هالوراق يلي بعتهم فوزي مع نوران لعند عبد الكريم؟ عبد الكريم انقتل وما عاد نعرفنا شيء. والوراق يلي عطاها اياها فوزي قبل ما يموت وينها؟ ما بعرف. يعني هيك تركتي الموضوع. يعني كان فيكي تطلبي من ماهر انه يدور لك عليه. ماهر؟ مو انسرقت كل الوراق من مكتبه؟ ورجعوا هلا. خليه يشوف اذا في بيناتهم شيء. ما في ما في. وقت اللي انقتل عبد الكريم الشرطه دورت بكل الوراق ما لقت شيء. اكيد اللي قتله هو اللي اخذ الوراق. معناتها القاتل أخذ المصاري ومشي الحال. طيب أنا هلأ شو بدي أعمل؟ ما بعرف. خالو أنا خايفة. لا يا خالو ما عاشري بدي أخوفك. يعني لحالي شو بقدر أعمل؟ لؤي مشغول بالمعمل ومشغول بالقصص اللي ما بتخلص، وعلا بالأساس ما دخلها. طيب قليلي شو اللي بدك يا؟ بدي ارتاح، بدي اخلص من هالقصة على خير. أنو قصة؟ هاي القصة اللي نحن فيها هلا. إذا أنا ما بعرف شو هي القصة، كيف بدي ساعدك؟ آخ، ما بدك تتعشى؟ رح نادي العولة. لا يا ستي، مالي جدبة. مبلا، جدبة ونص، أصلاً طالعة لعمتك. ها، شفتي؟ انت اللي قلتيها. بس عن جد نوران حسيت حالي مالي قدراني احكي معه. حبيبتي ماهر شاب منيح كتير، ما بتصور خلص انه خلص لا تكملي. اصلا هذا زعل مؤقت، وبلكي هو زعل على طول. وحياتك ما بيسترجع. لحظه شوي، مدري مين عم بدق الباب. اكيد هي ام عزات. ضيقه لشوف. مساء الخير، شو عم تحكي على التليفون؟ خليك خالو خليك، لحظة بس. أنا جاي أسألك إذا بدك تتعشي. إيه خالو، بدي أكل لأنه جوعانة كتير. إيه نوران؟ هاي صديقتي أم عزات. توقعت، وشو بدها هالمرة؟ بدها تشوف المسلسل. إيه تحملي حبيبتي لكان، تحملي. تركيني هلا لأنه بدي أنزل أكل. يلا باي. باي. شو هذا اللي جبناه؟
مو مكنات لف وتعليم؟ ايه وورق سولفان وجلاتين وكرتون ملون. وانت شلون عرفت انه ملون؟ فتحت كرتوني. انا مو منبه انه ما ينفتح شيء قدام العتاله؟ ليش فتحتها؟ طيب مو انا اللي عم بستلم البضاعه؟ معقول استلم هيك على عمياني؟ ولك انا قبلان فيهم هيك. بتعرف هدول مين جايبهم؟ حسام. تعرفوا لحسام؟ على راسي ما اختلفنا، بس يعني خلص خلص بلا لاعي فاضي. خلينا نروح نشوف شو صار فيهم. بلا ما واحد تاني كمان هلا يكتر غلبي ويفتح صناديق تانية. بالعربي كده الشنواني به عاوز يتجوزي ويكلم ابوكي وابوكم واحد. ما حصلش. كأني شايفتها الحلقة قبل الظهر. عم بعيدوه يعني؟ هون مشكلتي. أبو عزات بده يشوف الأخبار وقت المسلسل. شوفي بالليل؟ لك نعم تشوفه. قصدي مو هلا، شوفي بالإعادة وش الضوء. دقيقة الله يرضى عليكي. يبعت لك حمى إن شاء الله. لك شوفي رح يتجوز وحدة قد أمه. خالي أنا فايتة نام. وقت يخلص المسلسل اطفي التلفزيون وسكري الباب وراكي. لا دقيقة عادي، لازم تشوفي ولادها شو بدهم يعملوا فيها لما بدها تتجوز واحد قدهم. يا لطيف يلي بدهم يعملوه. ما فهمت، يعني شايفتي لها المسلسل قبل هالمرة؟ لك وحلو كتير كتير بينشاف. فين كرامتك انه يجيب لك برة ويتجوزها قدام عينيكي كمان؟ بعدين انا يعني هذا فاضي وبده يتسلى فينا. انا ما حكيت شيء. صار لك نص ساعة عم تقلي أنور وأنور. يعني؟ يعمل اللي بده إياه. اهدي يا فتنت، هذا عن جد فاضي وما له غيرك ليتسلى. إيه أنا مالي تسلاي لي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنت ما بتعرفي شو قصة ابنه؟ شو دخل ابنه؟ ابنه كان عم بيدرس بالجامعة هون وما شاء الله حوله، وبين يوم وليلة سفروا لبرات البلد لأنه ابنه كان. أنا شو دخلني؟ هلا هو شو بده؟ كل مرة بتسأليني شو بده؟ بده مصرياته. ما في مصاري ويعمل اللي بده اياه. انتبهي انك عم بتعصبي زيادة عن اللزوم. انتو اللي عم تخلوني عصب. خلص راح بيع كل شي في عندي منشانكم. بس انور شايف غير هيك. شو اللي شايفه حضرته؟ حاطت لؤي براسه. رجعنا لقصص جاسم. مو متحملوا عقله انه لؤي عم بيعمل معمل وعم بيقول انه هذا كله من مصرياته. بس هو بيعرف من زمان وقلت له خدهم شوي شوي ما قبل. بس اللي عم بيصير بالمعمل اكثر من تمشاية حال، وهذا بيدل على انكم مليانين. هلا هو شو اللي بده اياه؟ بده المعمل. العمى بعيونه، المعمل مو لي، المعمل للؤي وسهيل. قال ما دخله، بده اياه. من امتى هالحكي؟ حكاني اليوم الصبح على التليفون. قال امبارح بالليل مرق من قدام المعمل وشاف شاحنتين كبار عم بتنزل اغراض، ما حملوا عقله. قال طول الليل ما نام وهلا هو بيكون هنيك. وين هنيك يعني؟ بالمعمل. بس انا ما بعرفك. مو ضروري تعرفني. وانا لؤي مو هون، انا المدير المسؤول. بلا مسؤول بلا بطيخ. اتصل فيه وخليه يجي فورا لهون. انا ما بقدر استقبل حدا هون. لك انت ما بتفهم؟ عم بقول لك اتصل فيه وقول له انور الصفي بده اياك. هو منبه انه. لك مين هالفلعوس هاد حتى ينبه وما ينبه؟ خلاص اتصل فيه عم بقول لك. الو سيد لؤي موجود؟ اي طيب قولي له رشيد اتصل من المعمل. شكرا مع السلامة. ولك اتصل على الموبايل، على الموبايل مو على الأرضي. مرحبا. هاي الأغراض اللي وصيتيني عليها شو حتطبخي لنا؟ انت ارتاح وما عليك. هلا لو جبت أكل من السوق ما كان أريح وأسهل؟ هلا مو أحسن. طالما أنا موجودة معناته أنا اللي بطبخ،
ولا نسيت انه نحن عملنا كل هالشغله مشان تدوق طبخي؟ يعني هو بصراحه انا مو بس بدي ادوق طبخي هيك، انا بدي الو الو نعم، مين هو هذا انوار؟ طب حضرتك كيف بتستقبله؟ يا بني ادم انا كم مره نبهتك انه ما حدا بدق لي على الموبايل؟ الو الو بلا حيوانه مثل ما فهمتك الو. لك شو عم تحكي انت؟ عن جد بالك نفعل لشي؟ طيب ماشي انا جاي، قلت لك انا جاي خلاص. مين هاد؟ هذا انا بدي اوصل على المصنع شوي، بدون يعني بشغل. لو اي انت كنت عم تحكي مع ابي؟ لا ما تشغلي بالك، ما بطول. طيب وصلني بطريقك. قلت لك ما بطول، خليكي هون. ما فهمت؟ لا لا لك اخي نازل الاسعار بس مو لهالدرجه هاي. ايه خلص انا بشوف اصحاب الاراضي بعدين بخبرك. قديش المساحه؟ اشوف اطلعها هلا. يسلموا. تسلم استاذ. ايه ايه اخي اذا هيك لا 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 اسمع، اذا الاسعار هيك انسى الموضوع. مثل ما عم بقول لك خلص رجع الله معك. لك شو جابك انت؟ انا فكرتك هند والله. تفضلي اهلا وسهلا. اليوم عيد المعلم، كل سنه وانت سالم. الي؟ ليه؟ مو انت استاذي بالعربي؟ الله يسلمك. ان شاء الله هلا مشي الحال وقت رجعوا الوراق. لا الحمد لله ماشي الحال. قلت لحالي لامرق لعندك مدام هند غايبه هاليومين. اجا لؤي؟ منيح لي ما كان هون. وصلنا بوقتنا. شو بو هاد وين راح؟ راح على الباب الوراني من عند مدخل المعمل من هنيك. تعي نحن نفوت من هون. وينو هذا انوار؟ ليكو جوا بالمعمل. وانت يا بني ادم ليش تركو جاي لهون؟ انا كنت طالع ردني اتصل فيك. والله شو؟ اي والله. يا شرف لنشوف شو وصله. شرف اسمعوني منيح، انا ماني جاسم لحتى تخوفوني. اي والله والله بخربها كلها فوق راسكم. اي حاكيني إيه؟ شو بدك؟ بدك ما تواخذنا استاذ. منيح اللي تنازلت وجيت تحكي معنا. هلا لا تتفزدك وتحكي حكي بلا طعمه. قل لي شو بدك؟ لكان ماكن مصاري تعملوا معامل، بس ما في معكم مصاري تعطوا الناس حقوقها. عمي انا ما حدا له معي شيء. غلطان كثير، انا قري معكم كلكم. لك انت عم تفهم عربي؟ بعدين اذا الك شيء بالشركه انا ما لي علاقه بالشركه. انا ما بفهم هالحكي، انا قري مصاري مع فوزي السلقيني وانت ابنه. لا حول ولا قوه الا بالله. اسمع لي اقول لك، انت الك مع ابي روح لعنده على التربه خذ منه. احترم حالك احسن ما اوصل خينك. ها لوي روح من هون. ليكو الثانية امي هذا معملي، والله اللي بقرب عليه بكسر رجله. انت بتعرف منيح انه انا عم بطلب حقي وما بتركه، وبدي اخذه غصب عنكم كلياتكم. لك شو عم تحكي انت؟ صح هذا حقك ورح تاخده، بس مو بهالطريقة. العمي بعيونكم، ما تركنا طريقة اللي جربناها معكم، حيرتونا. العمى يعني عيونك انت ولا؟ طب لسانك ولا؟ ما بكفيك اللي صار لك من ورا تطاولك على الناس الاكبر منك؟ بدي يكون بعينكم انا ماني جاسم،
أنا حقي بدي أخده وأصبر عنده كلياتن. الأستاذ ماهر مشهور؟ سموحة، مو معقول شكبراني. أهلين علا، كيفك؟ منيحة؟ مرحبا أستاذ ماهر. أهلا، كيفك؟ شو الأخبار؟ أبدا، بس هدى لثلاث أسابيع ما راحت على الجامعة. شو الحكي؟ ليه؟ غريب كتير هذا الموضوع، أنا ما قدرت أعرف ليش. اتصلي فيها هلا. لك اتصلت، طلعت لي عمتها، وأنا ما بحب أحكي مع عمتها، وعلى الموبايل ما أنا عم ترد. لا لا معلش، اتصلي بعمتها، بركي بتفهمي منها شيء. ماهر قلت لك هاي البني آدم ما بحب حاكيها. مرحبا أستاذ. أهلين مدام. أهلين ماما، أنا كنت عم بحكي له للأستاذ ماهر إنه هدى. ماشي ماما ماشي، إذا خلصتي موضوعك في عندي شغل ضروري مع الأستاذ ماهر. على إذنكم. أستاذ ماهر، في موضوع خاص بدي أحكيه بيني وبينك. أنا بدي أعرفك على أنسة، سماح بنته للمرحوم عبد الكريم. آه، أهلين طانت، كيف الماما؟ الحمد لله. يلا عن إذنك أستاذ، أنا قاعدة برا. خير لؤي؟ شو صاير؟ يا ستي اللي صاير إنه واحد مجنون حبي يتهجم علي بالمعمل، وأبوك المحترم ما عارف إيه له. معناته قبل اللي دق لك قبل ما تطلع من البيت. إيه أبوك. وهيك بتحكي مع أبي؟ ما أبوك بيشتغل عندي، كيف تحبيني أحكي معه؟ بعدين وين هي الطبخة اللي صرعتنا فيها؟ أهلين يا مو. مرحبا خالي. ما لقيتي يا ما؟ راحت قبل شي ساعة. ايه خالي. كان بدي اشوف المسلسل عندها، لأنه أبو عزات بده يشوف الأخبار. طيب خالي، عن إذنك. دخلك، شو هالأخبار هي؟ ليش هيك عم بيصير معنا؟ بيشو ما فهمت عليكي. هنيك بفلسطين. والله ما بعرف يا خالي، عن إذنك. ست نوران راحت على موعد مع دار النشر. قال متواعدة مع واحد اسمه العقيد مجد الدين. طيب خالي شكرا. تفضلي استنيها منشوف الأخبار مع عمك أبو عزة. لا معلش يا خالي، غير مرة إن شاء الله، بس دخيل عينك إذا شفتيها. بقى بستناها وبقلها الست علا إجت وما لقيتك، مثل ما قلت لهديك إنه هداك انتقل. مدام رح كون صريح معك، الدلالين بالمنطقة عم بيعرضوا عليه نسبة، هن يبدو حاسين انكم انتم محروقين على البيع، فلذلك عم يتآمروا مع بعض. يا استاذ ماهر، انا كل هالتفاصيل ما بتهمني، انور الصفي بده مصاري وانا لازم اعطيه. ممكن ان نشوفه وفهمه؟ لا معلش، الموضوع بيني وبينه بس. مدام هلا مو في شكات بينك وبينه، خليني انا جدول الدفع. اذا بتريد اعملي الشيء اللي انا عم اقولك عليه، الاراضي الي وانا بدي بيعها. مدام صدقيني هيك رح يكون في خسارة كبيرة. معلش، المهم السرعة، ويا ريت ولا يلا خليها لبعدين. عفوا مدام، إذا حابة تحكي بموضوع أولى فأنا جاهز. أنت بتعرف أني مالي موافقة على علاقتكم. بعرف. يا ريت أنا سبق أني جيت لعندكم على البيت مدام، وأكدت أني جدي، وقلت لك وقتها أني أنا فتت من الباب حتى ما حدا يلومني بعد هيك. يعني لساتك مصر؟ هذا هيك موضوع ما بيحتمل الأخذ والرد، حتى لو كانت نهاية الموضوع مو مبينة. مدام فتنت، لو كل شيء بدنا نبدأ لازم نعرف نهايته، كنا قعدنا هيك لا شغل ولا عمل. على كل إن أنت حر، بس لا تنسى إنه نحن قلنا تصرفنا مع بنتنا، وما تنسي كمان إنه علا راجدة ومسؤولة عن تصرفاتها. يا ريت تمشي لي ببيع الأرض بسرعة،
لأني ناوية أنقل شغلي. حاضر مدام، هيك بيكون أريح إلي وإلكم. مرحبا. هدى موجودة؟ بالجامعة. شو ما شفتيها؟ لا والله أنا ما داومت اليوم، قلت لحالي بيجي وباخذ المحاضرات منها. على كل لسه ما اجت، مو هذا وقتها. هي كل يوم بتطلع الساعة 9 وما بترجع للستة المساء. عموما أنا لي كم يوم ما داومت بالجامعة، يا ريت لو سمحتي تخبريها إنه تحكي معي وقت ترجع. شكرا. هدى خليكي شوي، روحي ساوي لنا فنجان قهوة خلينا نشربه على رواق. لا معلش مستعجلة. دخلك على شو مستعجلة؟ إذا الساعة لسه 4 جاي على بالي روح لعند أمي وشوفها. شو خطرت على بالك هلا؟ هدى روقينا وساوي قهوة. الو الو حسام كيفك؟ لا لا ما في شيء، في واحد عم يتغالص. ايه يا سيدي من رفقات ابي القدامى. طيب شو رايك اليوم على السهره بحكي لك؟ اوكي حبيبي ماشي سلام. بس انهم متعودين ما بياخذوا مصاري غير مني. ايه بس انا اتفقت معك انه الحساب علي. يا ست خيره بغيرها. المره الجايه انا بدي نقي المطعم. المهم يكون في مره ثانيه. عن اذنك. يلا شرفي وصلك. لا لا معلش حابه اتمشى شوي. انا اسف. على شو؟ يعني اذا غلطت معك في شغله. لا ابدا. بس شاغل لي بالي حكي صاحب دار النشر عن الروايه. كمان مرة أنا آسف لأنه حكيت لهم. شو قصتك؟ عم تعتذر كتير اليوم؟ ما بعرف. شرفي. أهلين ماهر. الحمد لله أنا منيحة. لا ما شفتها لأنه أصلا ما طلعت من لا ماهر ما طلعت من غرفتي أول ما أجيت على البيت، ما شفتها أبدا. ماهر أنا كذا مرة قلت لك ما بقدر أعمل هيك، ما بقدر طلع أخبار عيلتي لبرات البيت.